أذية الجملة الحركية. حكينا نحن عندنا محور أساسي اللي هو يبدأ كتذكرة تشريحية، يبدأ بالعصبون العلوي، يتلوه العصبون السفلي، بعدين وصل عصبي عضلي، وبالنهاية العضلة. أي إصابة على هذا الطريق رح تعطينا تظاهرات رح تعطينا تظاهرات معينة اللي هي درسناها بالمحاضرة الماضية وحكينا فيها. وإذا في سؤال قبل ما نبلش المحاضرة فينا نجاوب على أسئلتكم، إذا ما في سؤال لحتى نكمل بالمحاضرة إن شاء الله. السلام عليكم حكيم، بس اذا بعثوا لنا المقرر كامل عشان نطلع احسن ما نطلع مقرر كامل محاضرة. موجود عند الطالبه آسيا الحمود، موجود ايه ملف تمام. كامل في كل المحاضرات بعد امرك، اذا بتبعتيه يعني على مجموعه الزملاء الطلاب بيكون كثير منيح. الله يبارك فيك هذا دكتور. اللي حاجته محاضرة كل ساعة رايحين جايين على المكتب، يبكي علينا هيك. الله يبارك فيك دكتور. إيه ما في إشكالية، حتى في ناس ممكن تدرسه من ال شو اسمه، ما في عندي أنا مشكلة. وبنهاية ال شو اسمه، اللهم صل على سيدنا محمد، بنهاية الفصل بنحدد يعني بنرجع بنراجع هدول الملفات وبنقول يعني أي محاضرة وشو المطلوب يعني فيها مثل ما ساوينا بالسنوات الماضية. بكل الأحوال إذا في سؤال على المحاضرة الماضية أنا جاهز لجاوب عليه قبل ما نبلش، لأنه هو تبنى المعلومات فوق بعضها يعني. ما إذا ما في سؤال معناتها نحن هلا حنكمل. نرجع بس لهي الصورة المهم اللي حكينا عليها اولا. نحن مثل ما حكينا مستويات اصابه الجمله الحركيه هي تبدا بالعصبون المحرك العلوي، وبعدين في عندي العصبون المحرك السفلي، في عندي الوصل العصبي العضلي، بعدين في عندي العضله. هلا يضاف على الحركه هذا الامر اللي بينشا من العصبون العلوي للسفلي لحتى تجي للعضله، هو الامر الخام اللي هو أمر حركي انتقل من عصبون لعصبون للوصل للعضلة، فأعطاني تقلص عضلي مجرد. لحتى نحن نأخذ الحركة اللي بيقوم فيها الإنسان من مثلا حركات اليد الدقيقة، الكلام، المشي، الركض، القفز، الحركات هاي كلها هي ما مجرد فقط أنه هي مجرد تقلص عضلي بس، هو لازم يضاف عليها سرعة للحركة. لما تتقلص بعض العضلات ترتخي الثانية، لازم مثلا خاصة أثناء المشي أنه يكون في توازن بين العضلات اللي نحن بنسميها الشادة والضادة اللي هي يعني اللي بتحمل ثقل الجسم. هي الأمور الحركات الإضافية مين بيضيفها؟ بيضيفوها الحس العميق، وبيضيفها المخيخ، وبيضيفها النويات القاعدية. هدول كل واحد منهم مسؤول عن شكل من أشكال الإضافة اللي تضاف للحركة. هلأ حنحكي عليهم واحدة واحدة، بس نحن عرفنا وظائفهم، وبالتالي أذية هي البنى لح تعطيني شو التظاهر السريري اللي ممكن يصير. لح نبلش نحن بهدول المستويات الثلاثة اللي نحن بنسميها الجملة خارج الهرمية. شو المقصود بالجملة الهرمية؟ هي إذا بنرجع لتشريح الدماغ، عندنا القشرة المخية مثل ما بتعرفوا أنه فيها طبقة رمادية وطبقة بيضاء. الطبقة الرمادية هي اللي فيها أجسام العصبونات، عصبون المحرك العلوي الجسم تبعه بيكون موجود بالقشر، فما في عليه غمد نخاعين أو هي يعني الخلايا الميلانيني، الخلايا يعني اللي بتغلف الأعصاب، فبالتالي بيجي لونها رمادية. بينما الأعصاب المحاوير بتكون مغلفة إما بخلايا شوام بالمحيط أو بخلايا خلايا الدبقية بالمركز، وبالتالي بيعطيها هذا اللون الأبيض. ليش؟ لأنه هي بتركيبة في يعني مركبات دسمة. فمن هون بتجي هي مادة بيضاء هي مادة رمادية. هلأ المادة الرمادية اللي فيها هي الخلايا اللي اسمها الخلايا الهرمية، من هون هذا المحور
العصبون العلوي اللي هي هاي الخلية الهرمية، هذا المحور اللي يوصل للعضلة هذا شو اسمه المحور؟ المحور الهرمي. هلأ كل شيء غيره اللي هن النمويات القاعدية والمخيخ والحس العميق هذا اسمه محور خارج هرمي. لحتى تعرفوا منين اجت التسمية، الجملة الخارج هرمية هي اللي ما لها متعلقة بالعصبون العلوي والسفلي. واضح بظن لهون؟ هلأ رح نكمل. وصلنا لهون. نحن مثل ما عم نحكي، نحن في عنا الجملة الحسية، رح نذكر فيها بشكل بسيط. نحن في عنا الإحساسات، في عنا الحواس التالي، في عنا حس اللمس، حس الألم والحرور، في عنا الحواس الخاصة مثلا مثل حس التذوق، السمع، البصر، الشم اللي هي مرتبطة بالأعصاب القلبية. بس عندنا بالأعصاب المحيطية هو حس اللمس والألم والحرور وحس الوضع. هدول الثلاث إحساسات نحكي هيك ك يعني دمج بين التشريح والفيزيولوجيا. أول شيء نحن كبشر نحن منحس بالجو المحيط حوالينا، سواء إما بموضوع اللمس أو بموضوع حرارة الجو أو حتى بموضوع وضعية الجسم. هاي كل إحساس من هدول الإحساسات في له مستقبلات بجلدنا أو بالمفاصل أو بالعضلات. هاي المستقبلات أخذت هاي الإشارة، نقلتها لنهاية عصبية. هلا هون طريق راجع، أخذت هاي الخلية الحسية، أخذت الإشارة من المحيط من عند الجلد وانتقلت فيها لوين؟ هيك لجسم العصبون. هذا اللي موجود وين؟ بالقرن الخلفي. بارح كنا بنحكي على القرن الأمامي للنخاع الشوكي اللي فيه هو الخلايا الحركية، بينما القرن الخلفي هو اللي فيه الخلايا الحسية. تمام؟ هاي الإحساسات انتقلت بالمحاور العصبونات. إذا في صورة تمام، هاي هون صورة واضحة كبيرة شوي. جانا جانا الإحساس من المحيط، وصل لهون لعند هاي تمام، وصل لهون اللي هي هاي نحن بنسميها العقدة الحسية. بيوصل هون، نحن عندي محيط، هون جلد، محيط جلد، جاء المستقبل اللي بالجلد، نقل الإحساس للنهاية العصبية. النهاية العصبية وصلت، هذا اسمه العصبون الأول بالحس. بعدين إجا فات على النخاع الشوكي، بفوت هو هون، إحنا لازم نرسمه على هاي على الصورة الخضراء. هون إجانا الجلد، لأنه هاي شغلة تانية، إجانا الجلد أعطاني إحساس، فات على النهاية الحسية، بعدين فات على القرن، طلع مستوى، عمل تشابك بالقرن الخلفي وطلع بعدين نعرف نمحي هذول اللي كتبناهم. إيه رجع مثل ما حكينا، هاي العصبون الأول لهذا الأخضر طلع تشابك بالقرن الخلفي مع العصبون الثاني، طلع للمهاد هذا هون، نشأ العصبون الثالث، وصل للقشرة الحسية. تمام؟ هذا هو السبيل الحسي اللي نحن عم نحكي عليه. طبعا يختلف بين أنواع الحس، يعني السبيل الحسي لحس اللمس هو مختلف عن السبيل الحسي لحس الوضع، مختلف عن السبيل الحسي للألم والحرور. هذول اللي حنحكي عليهم هلا. فبالتالي نحن في عنا الحس السطحي وفي عنا الحس العميق. المقصود بالحس السطحي هو حس اللمس، بينما الحس العميق هو اللي بياخذ لنا
الإحساسات مثل ما حكينا الـ الـ يعني عن وضعية الجسم. سبيل حس الوضع والاهتزاز هو هذا اللي بيهمنا. ليش؟ لأنه الإحساس السطحي هذا ما بيهمنا بموضوع الحركة، ونحن هلا عم نحكي على مستويات الأذية بالجملة الحركية، ولكن بيهمنا السبيل الحسي لحس الوضع. تمام؟ فمثل ما حكينا العصبون الأول بيكون هو بالعقدة الخلفية بالجذر الخلفي للأعصاب الحسية بالنخاع الشوكي، بينما العصبون الثاني مثل ما حكينا بيكون هو بالقرن الخلفي للنخاع الشوكي. هون بعد ما يساوي بيتصالب للجهة المقابلة وبيطلع لحتى يعطيني جسم العصبون الثالث اللي هو موجود بالمهاد. تمام؟ الأحس اللمس واللمس الدقيق هذا له سبيل ثاني اسمه يمكن السبيل الشوكي المهادي. تمام؟ اللي هذا بفوت ما بيتصالب، بيوصل للبصل السيسيائي هني، بيتصالب بعدين بيوصل للمهاد. تمام؟ بعكس حس الوضع اللي شفناه هون هذا الأخضر اللي هو تبع الحس العميق، مثل ما انه بيفوت على نفس الجهة بيتصالب بالنخاع الشوكي بعدين بيطلع لنفس الجهة من الدماغ، بينما الحس اللي مرسوم بالأحمر هو هذا حس اللمس الدقيق اللي هذا بيتصالب أول ما يفوت. لا عفوا، الأحمر هو تبع الألم والحرور، بينما الحس اللمس الدقيق هو ما أنا مرسوم بهدول الصورتين، اللي هو بفوت ما بيتصالب بيطلع لفوق بالبصلة بيتصالب بعدين بيوصل للنخاع. هذا الكلام مهم إنه نراجعه تشريحيا. ليش؟ لأنه لما اللي حيصير في عنا أذيات على مثلا الأقسام الخلفية للنخاع الشوكي نحن نحسن نقارب هذا التوضع التشريحي. معناتها بس خلينا نركز أفكارنا، اللي بيهمنا هو هذا اللون الأخضر اللي هو المسؤول عن الحس العميق، اللي بيفوت بيطلع شدفة واحدة بعدين بيتصالب مع، أو عفوا بيعطي تشابك مع العصبون الثاني، هون بيتصالب وبيطلع للمهاد، بالمهاد بيوصل العصبون الثالث، والثالث بيوصل نهايته الحسية لقشر الدماغ. بظن أنه إن شاء الله يكون واضح. حس الألم والحرور هذا اللي حكينا عليه، اللي مرسوم باللون الأحمر، اللي هو بفوت مباشرة بيتصالب وبيطلع بالسبيل الخلفي الجانبي بيوصل للمهاد، وبالمهاد بيعطيني تصالب ثالث لحتى يوصل للقشر الدماغي. واضح؟ موضوع النوى القاعدية، ايه نحن هلأ هون عم نحكي النوى القاعدية. هن النوى القاعدية كمان رح نحكي عليها، يعني بس تذكرة تشريحية رح نشرحها بعدين. ايه اللي هي النوى القاعدية، هن ثلاث نويات وفي نوات ملحقة كمان تتضمنون، يعني النواة العدسية والنواة المذنبة واللحاء، هاي بسموها النويات القاعدية. هلا في تلحق فيهم هي المادة السوداء اللي لها تواصلات واتصالات كثيرة بالنواة القاعدية، واللي هي بتضيف لشكل الحركة. هلا عندنا كمان لسه بدنا نحكي عن المخيخ. المخيخ كمان هلا بس لنحكي على ذياته، كمان نحكي تشريح بسيط، لانه هو كمان نصفي كرتين مخيتين، وبالنص في عندنا دودة المخيخ، و فعنا المخيخ مكون من نصفي كرتين وفي عنا بالنص هو دودة المخيخ. كمان في ضمنه نويات، وهذا كمخيخ هو اللي خلينا نقول كمان بيساهم بإضافة حركات. هلأ كل ما نحكي على شغلة بس ننتقل عليها، بعرف أنه هلأ يمكن ضوعتكم شوي، بس هلأ بس نبلش نشرح فيها أكثر بتصير الأفكار يعني بتظهر بشكل أوضح، ممكن نرجع عليهم. بس إذا في سؤال لهون غامض يعني حابين توقفوني إني أعيده أو إيضاح معين لحتى أحكي عليه.
تمام، إذا ما في أسئلة معناتها نحكي عن المخيخ. المخيخ هو عبارة عن مثل ما حكينا نصفين كرتين مخيتين اللي هن مسؤولين عن الموضوع التوازن، وفي عنا كمان الدودة المخيخية. نحن اللي بهمنا منها يعني هلأ بمحاضرتنا بهمنا إنه هي السبل الحسية اللي هلأ كنا عم نحكي عليها، الحس العميق والوضع والاهتزاز، هدلول قبل غير إنه هن بيعطونا تشابكات ليوصلوا للقشر المخي، كمان لهم سبيل يعني العصب اللي هون، نرجع لهي الصورة، العصب اللي باللون الأخضر أول واحد بس فات، غير إنه بيمشي بهذا السبيل ليوصل، بيساوي تشابك تاني هون بالعقدة الحسية أول عند أول عصبون، بيساوي هون تشابك تاني مع عصبونات تانية، بتطلع بشيء اسمه السبيل الشوكي المخيخي الظهري، وفي عنا السبيل الشوكي المخيخي البطني. هدول الاثنين بيصلوا يعني لازم نستخدم الألم لولو جاية شوي. هون عندي هون الجلد، خلينا نعتبر هون الجلد، اجت نهاية حسية هيك لهون، تمام، اعطتني هذا العصبون اللي عم نحكي، طلع لهون عمل تشابك، هي العصبون الثاني جسمه هون، طلع هيك للمهاد، هون جسم العصبون الثالث، هي اول سبيل، لهذا اسمه السبيل الظهري نمشي فيه. هذا اسمه سبيل الحس العميق، تمام، هذا اللي هو مرسوم هون. هلا في عنا سبيل ثاني او سبيلين كمان بيجي من الجلد من هون، هون ممكن تعمل يعني هاي هون يعطينا فروع لعصبونات تانية بتمشي بشكل جانبي بس ما بتصل للمخ، بتصل هيك بسبيلين، واحد اسمه شوكي مخيخي بطني وشوكي مخيخي ظهري. هدول الاثنين شو وظيفتهم؟ هدول بيوصلوا للمخيخ مو للمخ مو للقشرة، هون يصل للمخيخ هون يعني هاي الإحساسات، هاي بتصل بشكل موافق بعكس هون إنه بالمخ تصل بشكل متصالب، هون بالمخيخ بتصل بشكل موافق. هدول شو وظيفتهم؟ مثل ما عنا الإحساس لازم يجي للقشرة المخية مشان هي ترجع هون يصير بالتلقيم الراجع للعصبون العلوي اللي يعطيني أمر حركة، هون نفسها هي بتعطيني أمر للمخيخ مشان كمان يرجع يعطيني بالسبيل المخيخي الشوكي يعطيني أمر لتعديل الحركة، تمام؟ نرجع نشيل الألم. تمام، في سؤال لهون؟ بعرف هلا هي هون بلشت الأمور تختلط شوي بس، ولكن بتمنى انه تكون واضحة. هاي بهي الصورة هن واضحين، تمام. بعد ما فاتت هون مثل ما حكينا، فاتت طلعت مباشرة، هذا اسمه مخيخ، هذا مو المخ مو القشرة المخية، فاتت بسبيل بطني وسبيل ظهري لحتى توصل للمخيخ مشان تعطيه أوامر. حتى هدول السبيلين البطني والظهري، هلا البطني أتمنى شايفين هذا لونه أخضر، اجرب لهون، رجع بقلب المخيخ رجع تصالب، وبالتالي اللي إجا من الجلد اليمين إجا على نصف الكرة المخيخية اليمين، والظهري اللي هو مرسوم هون بالأخضر فات، أو عفوا هون مرسوم بالأحمر فات وطلع لنفس الجهة، فبالتالي المخيخ بيأخذ الأوامر بشكل موافق بين المخ بيأخذ بشكل معاكس، تمام؟ ما كتير هلو بدنا ندقق عليهم بس أنا حبيت أشرحهم لأنه لنعرف شلون صار هذا التواصل. هذا الكلام هو مهم تعرفوه بس هو ما مهم خلينا نقول أنه نعرف الأمراض بس، أنا إذا ما شرحته ما لح يكون شرح الأمراض لاحقا بشكل بسيط. هلأ قبل ما نحكي على إصابة الحس العميق بدي أحكي كلمتين على وظيفة الحس العميق، يعني هو شو بيشتغل الحس العميق. الحس العميق اللهم صل على سيدنا محمد،
الحس العميق هو وظيفته انه بيعطينا حالة الجسم. يعني انا هلأ مغمض عيوني بس انا عارفان اني الجزء عندي متني بالنسبة للفخذ، الفخذ متني بالنسبة للساق، وبالتالي انا قاعد عارفان حالي لو اني مغمض بدون ما اشوف وضعيتي، عارفان حالي اني قاعد. شلون عرفت حالي اني قاعد؟ عن طريق الحس العميق. له مستقبلات بالعضلات اسمه مستقبلات جولجي، له مستقبلات بالاوتار العضلات، وله مستقبلات بمحفظة المفاصل. هدول الثلاثة بياخذوا هذا التصور. يعني لما بيصير في مثلا على العضلة شد عرفها انه تمططت، لما بلاقيها ما في عليها شد معناتها مرخية. مجموعة هي الاوامر وصلت للدماغ، فهو الدماغ عرف بواسطة الحس العميق انا شلون وضعيتي حاليا. تمام. هذا الحس العميق بيعطيني شكل وضعية الجسم، حتى بيعطيني إذا في اهتزاز بالمفاصل، إذا في هاي. هلا شلون نفحصه؟ هلا خبركم شلون نفحصه. أو اليوم اللي بنحكي على الفحص العصبي بنحكي بشكل دقيق شلون نفحص كل علامة من علامات العصبون العلوي أو العصبون السفلي أو الوصل أو العضلة، أو حتى شلون نفحص الحس العميق، كيف بنفحص المخيخ، كلياته هذا حنحكيه ما تخافوا. بس مثل ما حكينا لازم نكون نعرف وظيفته. طيب لنفرض انه على اي مستوى من هالمستويات، اما بالمستقبلات او بالعصبون الاول للحس العميق او بالعصبون الثاني او بالعصبون الثالث، صار في اذيه، وبالتالي الدماغ ما عاد يعرف شو وضعيه الجسم اذا ما كان شايف، اذا ما هو شايف العضو. يعني انا ما بحسن اعرف اني قاعد إذا كان مضروب عندي الحس العميق، إذا ما شفت حالي إني قاعد. وبالتالي إمتى بيظهر يعني الخلل الحركي فيه؟ شلون بيظهر؟ بيظهر على شكل على شكل هو عدم توازن بسبب إصابة الحس العميق. يعني أنا هلأ بدي أمشي، أنا بعرف إنه رجلي متنية والتانية مبسوطة، بالحركة التانية عرفت إنه اللي كانت مبسوطة صارت متنية، واللي كانت متنية صارت مبسوطة بدون ما أكون عم بتفرج. طيب إذا راح عندي هذا، أنا ما عاد عندي معلومات عنهم، فبدي أضطر شوف حالي إنه هلأ أنا هيك عم بمشي صح. طيب أنا إذا غمضت عيوني بلاقي صار في خلل بالتوازن بشكل رهيب. ليش؟ لأنه ما عاد عندي معلومة، أنا رجلي ما بعرف إذا مبسوطة ولا ما هي. فمنلاقي عند هذا المريض اللي عنده إصابة بالحس العميق شيء اسمه خلل التوازن، واللي هي هي اسمها علامة رومبرغ. هلا بنحكي عليها شلون تنفحص وبناخذ صورة عليها. في عنا شغلة اسمها المشية العسكرية. المشية العسكرية شلون بتصير؟ أنا لما ماشي أول ما بتلمس رجلي الأرض، أنا رفعت رجلي لحتى أمشي، لما بتلمس الأرض صار عندي إحساس بواسطة الحس العميق أني أنا هلا رجلي لمست الأرض. تمام. طيب أنا إذا ما عندي حس عميق شلون بدي أعرف أنه لمست الأرض؟ بروح بخبطها خبط لحتى اسمع صوتها او لحتى حس فيها باحساس اللمس. فهي بتشبه المشي العسكري، هذا اللي بيرفع رجله كثير لحتى هو ما بيعرف انه رجله هلا قديش مرفوع عن الارض، فبيرفعها كثير. بعدين بده لحتى يحس فيه انه لمست بالارض فبيخبطها، مثل ما بيمشوا العساكر. شلون بيمشوا العساكر؟ طب طب طب. بنلاقي عندهم شغله اسمها المشي العسكري. بس يعني هلا اذا بدنا نحن نحكي مثل ما حكينا، رح يصير في عندنا خلل بالتوازن بنكشفه بعلامه رومبرغ، رح يكون في عندي مشيه العسكريه. الحركات الدقيقه كمان رح تضطرب، لانه انا بالنهايه اذا ما كنت عم شوف ما لها احسن ساويه، فرح يصير في خلل بالحركات الدقيقه. في العلامات الثانيه هي علامات اقل مشاهده عند مرضى اضطراب الحس العميق، مثلا مثل الكنع الكاذب وغياب حس التجسيم واللا كتابية. يعني هن ما كتير علامات مهمة، ولكن بس أنا قلت إصابة حس عميق مباشرة لازم يتبادر لذهنك المشية العسكرية، اضطراب التوازن، وعلامة رومبرغ. هدول أبدا تحفظوهم مثل ما نحن عم نحكي، ولو حفظتوا العلامات الثانية بيكون شيء أساسي. بتمنى لهون نكون نحن واضح الدرس، ويعني وفهمتوا مني اللي لازم وصله. إذا في استفسار لحتى ما ننتقل للكلام اللي بعده، بس خلينا نشوف الصور قبل. هاي صورة بتفرجينا شلون احنا فينا نفحص الحس العميق. نطالع الألم لو سمحتوا. تمام.
هاي الصورة بمسك الإبهام بخلي المريض يغمض عيونه، بمسك الإبهام بتني له إياها مرتين ثلاثة لفوق لتحت وهو مغمض عيونه، بعدين بخليها لتحت. بعدين بسأله إجرك لإصبعك لفوق ولا لتحت؟ إذا هو عنده حس عميق شغال بيعرف إنه هلأ مفصل الإبهام صار لتحت. أما إذا عنده حس العميق مضروب هو ما بيعرف، ممكن يعني ممكن يحذر هيك عشوائيا. فأنا بكررها كثير مرات لحتى أحس إنه هو من جد بيعرف بكل مرة، تمام؟ وممكن أفحص الحس العميق أو الاهتزاز اللي هو يعني بيدلنا نفس الدلالة عن طريق الرنانة. هي الرنانة بقرحها وبحطها على المفاصل. أي أنت بتهمني أنا موضوع الفحص بالرنانة؟ لما بيكون أزية الحس العميق بالنخاع الشوكي، يعني مثلا إصابة النخاع الشوكي عند المستوى القطني، الحس العميق فوقه شغال يعني عند الأطراف العلوية شغال، ولكن بالأطراف السفلية لازم يروح، تمام؟ فأنا بعمل له الرنانة على الطرف السفلي مثلا بالإبهام بيقول لي رايح، هون عند العقب الكاحل بيقول لي رايح، بعمل له يا عند الركبة فبيحس باهتزاز الرنانة، فبعرف أن المستوى هو مثلا شدفة قطنية لنفرض تانية. ليش؟ لأنه إحساس الركبة هو فوق منها، كل شيء تحتها لح يروح، اللي هني مثلا الكاحل والإبهام، تمام؟ واضح لهون إن شاء الله. شو كمان بدنا نحكي؟ هاي بالحس العميق. نشوف إذا في صورة تانية كمان. هاي علامة رومبرغ. علامة رومبرغ هي مكونة من ثلاث مراحل. أنا بقول له أول شيء للمريض يوقف، بكشف فيها خلل الدهليز، لأنه كمان بس نحكي على التوازن رح نحكي عليها. بتكشف خلل الدهليز، وبتكشف خلل الحس العميق، وبتكشف خلل المخيخ. وبالتالي نحن بس بيهمنا العلامة رومبرغ المتعلقة بالحس العميق. المريض بقول له يوقف، بيكون واقف شايف حاله أنه هو واقف على أرضية مستوية، واقف كذا هيك. دايخ شي بيقول لي لا، بقول له غمض عيونك. بس قلت له غمض عيونك مباشرة بيصير بيختل توازنه. ليش؟ لأنه هو ما عاد يعرف وضعية جسمه، عنده خلل، هذا بيكون بالحس العميق. وبالتالي أثناء فحص التوازن لما نقول له للمريض بيكون متوازن وهو مفتح عيونه، إذا صار في عنده خلل بالتوازن لما بيغمض عيونه، هي اسمها علامة رومبرغ إيجابية، تمام؟ لهون هيك بنكون خلصنا الحكي على إصابة الحس العميق. إذا في سؤال لهون يا ريت تسألوني، وإذا ما في مشان نكمل بمحاضرتنا. نحكي بس كلمة أخيرة، أنا ما حدا وقفني، فأنا معتبر أنه الأمور إن شاء الله تمام. مستويات الإصابة ممكن مثل ما حكينا تكون على مستوى العصبون الأول أو العصبون الثاني أو العصبون الثالث. العصبون العلوي أنت بشوفه؟ هو بشوفه غالباً بإصابات القشرة المخية، يعني مثلاً مثل الاحتشاءات، الأورام، لما بتنصاب القشرة المخية المسؤولة عن الحس العميق. المستوى الثاني هو اللي بشوفه بالنخاع الشوكي عند يعني عند التصالب. إذا مثلاً قطع النخاع الشوكي، كل الإحساسات المتعلقة بالحس العميق تحت مستوى الإصابة لح يكون فيها مشكلة. طبعاً هي هلأ حتقولوا إنه هيك معقول يصير خلل بالنخاع الشوكي ما ينصاب غير الحس العميق؟ طبعاً لا، هي عادة الإصابات بتكون فيها أكثر من شغلة، بس واحدة من هون هي الحس العميق. ممكن ينصاب العصب المحيطي. العصب المحيطي هو منشوفه خاصة باعتلالات الأعصاب، مثل اعتلال الأعصاب السكري كذا، بالمراحل المتقدمة منه كاختلاط منلاقي صار في اعتلالات أعصاب، وبالتالي ممكن يروح الحس العميق، ممكن تروح معه إحساسات تانية، ولكن نحن عم نحكي بشكل مجرد على هذا الأمر. لهون بتمنى أنه تكون واضحة. نرجع بس هيك لحتى حكينا نحن هلأ هون على التذكرة التشريحية، شو هي الإحساسات، شو هو السبل اللي بتوصلنا ياهن. في عنا هي الإحساسات مثل ما بتروح على الدماغ، كمان في إلى سبيل بيروح على المخيخ، طبعاً هلأ حنعتاز نحكي عليها. بعدين حكينا على النواة القاعدية، بس شو هن؟ هلأ لحنصل لها ونحكي.
شو بيصير لما بينصابوا، وحكينا على المخيخ وكيفية اتصاله بالحس العميق واتصالاته بالنواة القاعدية. طبعا هو المخيخ يعني شغلة معقدة أكثر من هاي، بس رح نحاول إن شاء الله نبسط الأمور أكثر. حكينا على إصابة الحس العميق، إنه شو مستويات الإصابة اللي ممكن تصير، وشو التظاهرات السريرية وتفسيرها ليش هيك صارت. بس بدياكم تأكدوا على هالثلاث شغلات، رح يصير عنا اضطراب توازن، رح يصير عنا مشي عسكرية، رح يصير عنا علامة رومبرغ إيجابية، رح يصير عنا ضعف حركات دقيقة، ولكن ما بيصير ضعف عضلي. ليش؟ لأنه المحور يعني أمر الحركي ظهر من العصبون العلوي للعصبون السفلي للوصل للعضلة، ظهر صح اختلف شكله، ولكن ضعف عضلي ما في، يعني كقوة عضلية موجودة مثل ما هي، ما بيصير ضعف عضلي. أي بدنا نعرفها كل الجملة خارج الهرمية بما فيها الحس العميق والنواة القاعدية والمخيخ، ما حنلاقي ضعف قوة عضلية، بس حنلاقي علامات تانية. الضعف القوة العضلية منشوفها فقط يا عصبون علوي يا عصبون سفلي يا عضلات، تمام؟ طبعا أو وصل حتى. هلا في عندي، هلا بنجي على النواة القاعدية. حكينا انه النواة القاعدية هي عبارة عن النواة المذنبة والشاحبة واللحاء، هذول الثلاثة بشكلوا لي شيء اسمه النواة القاعدية. في اتصالات مع القشرة المخية، في اتصالات مع النخاع الشوكي، وفي اتصالات مع المخيخ. هي النواة القاعدية شو وظيفتها؟ هي تضفي الشكل الأنيق للحركة، يعني هي مسؤولة عن بدء الحركات وتوقفها. يعني مثل ما حكينا، نحن عندي تقلص عضلي معين، لما بيظهر الأمر بيطلع الأمر من العصبون العلوي، هون بدنا ألم أكيد، هي عندي القشرة المخية، هي عندي النواة القاعدية هون ثلاثة، وهون عندي النخاع الشوكي، وهون عندي عضلة، طلع الأمر للعصبون العلوي للعصبون السفلي للوصل للعضلة، طلع الأمر من هون فظهر تقلص هون، تمام؟ هلا بنفس الوقت في عندي أنا سبيل اسمه شوكي قاعدي، بنفس الأمر هذا لما ظهر نفسه طلع واحد لهون، فهي مباشرة بعتت أمر للمخيخ وأمر للنخاع الشوكي ليجي لهون، فهي عطتني هون أمر ببدء الحركة، صح وصل الأمر لهون، بس هاي عطتنا أنه هلأ بلشوا بالسرعة المعينة اللي لازم يعني تعود عليها الدماغ. ليش نحن منلاقي لما ما بتكون لسه متطورة النواة القاعدية، منلاقي أنه حركات الطفل معظمها هي ما الحركات بالشكل الأنيق، منلاقيها عند الكبير. ليش؟ لأنه هاي خلاص أخذت الأوامر وحفظتها بالذاكرة تبعها، فأول ما ظهر الأمر من هون بعد التفكير إجا الأمر الحركي، هي عطتنا قديش لازم يكون سرعته وشلون لازم يبدأ، تمام؟ إجا لهون، بعدين إجا الأمر إنه هلأ وقف الحركة، شو صار؟ لازم هي المتقلصة شو؟ ترجع ترتخي. بنفس الأمر لما ظهر من هون الأمر الثاني اللي هو تبع التطبيق، يعني إنه وقف لي الحركة، عطتني أمر لهون، فهي كمان بعتت لي بالسبيل القاعدي الشوكي، عطتني هون أمر إنه هلأ أنهي الحركة بالسرعة المعينة وبالمستوى المعين، تمام؟ فشو مسؤول النواة القاعدية على بدء حركة وتوقف حركة، تمام؟ هدول الشغلتين كثير أساسيين بالنواة القاعدية، تمام؟ فنحن إصابتها رح تعطيني متلازمة اسمها خارج هرمية. أشيع متلازمة، طبعاً في كثير متلازمات لإصابات النواة القاعدية، تعطيني حركات الكنع، حركات الرقص، حركات كذا، ولكن أشهر واحدة فيهم هي داء باركنسون. هذا حنمرق عليه بحث كامل، بس ولكن هلأ طالما عم نحكي عن النواة القاعدية، هو هيكون يعني تظاهرات اللي بدها تظهر بإصابة النواة القاعدية هي
التظاهرات اللي بنشوفها بداء باركنسون. واضح؟ هلا إصابة النواة القاعدية يعني هو عندي المتمثل بداء باركنسون، تمام؟ آلية حدوثه هو مرض اللهم صل على سيدنا محمد. هو مرض بيصير فيه تنكس يعني بنواة مرتبطة بالنواة القاعدية اسمها المادة السوداء. ليش؟ لأنه هي ليش سوداء؟ لأنه في بتركيبها كتير ميلانين، وبالتالي عفواً الدوبامين، هي بتفرز الدوبامين اللي هو منشأه من الميلانين اللي لونه أسود، وبالتالي لما بيصير في عليها تنكس هاي الخلايا أو تخرب بالتالي حتفقد كتير من الدوبامين، فهي المادة السوداء بيصير لونها شاحب، ما بتعود بتعطي أوامر للنواة القاعدية بشكل منتظم. فهو مرض شائع بتقدم العمر، هو عبارة عن داء يعني بيصير فيه تنكس أو استحالة للعصبونات اللي مفرزة للدوبامين الموجودة بالمادة السوداء، عادة ببلش بجهة بعدين بيصير بالجهتين، في له تظاهرات سريرية كثيرة. هلأ أول تظاهر لحلاقيه هو بطء الحركة، نحن ما قلنا بدء وانتهاء الحركة مسؤولة عن النواة القاعدية، طيب انصابت النواة القاعدية، البدء طوال والانتهاء صار وقف، وبالتالي شو بلاقي؟ بلاقي خلل، مثلا بقول له للمريض قوم امشي، فبيطول ليمشي، طيب امشي بيطول ليمشي بعدين بينطلق. ليش؟ لأنه النواة القاعدية ما عطت الأمر بالسرعة المطلوبة فطول لمشي، فمنلاقي بطء ببدء الحركة، ولما بقول له وقف بيضل ماشي خطوتين ثلاثة بعدين بيوقف، تمام؟ فعنده كمان بطء بالانتهاء، عنده خلل ببدء وانتهاء الحركة، بالتالي الحركة كلها بطيئة. ليش؟ لأنه عم يجيها الأمر مجرد ما عم يكون عليه هذا تبع سرعة الحركة شلون بدها تصير ما بيعطيني الحركات المضافة، هي بتتظاهر بعضلات الوجه على شكل أنه مثلاً نحن ابتسامتنا مسؤول عنها أنه أنا هلأ بدي ابتسم، أعطاني المخ أمر أنه خذ هاي العضلات هيك اللي بترفع الشفايف لفوق وبتقوس الحاجبين، فبالتالي أعطاني شعور الابتسامة. هاي لما ما بيكون في عندي نواة قاعدية فبتلاقي هاي التعابير بتروح، فبيصير في عنا شيء اسمه الوجه المقنع. شوفي عندي كمان بيصير عندي اشتداد مقوية بس مو مثل اللي منشوفها ب إصابة العصبون العلوي، منلاقيه على شكل صلابة، يعني هالعضلة صلبة، لا عم بحسن أنا بلش لها بالحركة ولا عم بحسن أنهي لياها، فبلاقي هي على شكل أنه العضلة صلبة، يعني ما عادت أنه أخذ شكلها الطبيعي. شوفي عندي كمان عندي رجفان بالراحة، مثل ما حكينا إذا بتذكروا مبارح، خلينا هون بس حكينا أنه العصبون العلوي هو مثبط، هو مثل الأب، العصبون السفلي هو محرم. علاقة النواة القاعدية مع مين؟ مع المثبط. طيب راحت فزاد شو؟ زاد التثبيط، وبالتالي رح لاقي بطء بالحركة، تمام؟ لما زاد التثبيط لما هي راح الأمر هذا المثبط فهذا زاد أموره، فبلاقي أثناء الراحة عندي حركات إضافية ما كانت موجودة، فبلاقي صار في رجفان. علامة الدولاب المسنن هي متعلقة بالصلابة، أي بنحكيها وقت اللي بنحكي على الفحص العصبي، وعلامة أنبوب الرصاص بنحكيها كمان لما نحكي على داء باركنسون. ولح يصير في خلل بالتوازن، لح يصير في سقوط، والمشية مشية مميزة لداء باركنسون. هلا نحن ما عم نحكي عليهم كثير، بس هدلول بنحكيهم لما بنحكي عداء باركنسون، بس نحن بنعرف انه هاي العلامات اللي بنشوفها باصابه الجمله الخارج هرميه هي متعلقه باصابه النواه القاعديه. في سؤال لهون؟ طبعا نحن هلا ما عم نشرح هاي الامراض، نحن بس عم نحكي انه اذا صار الخلل بهذا المستوى رح يظهر عندي هذا المرض، لاحقا رح نحكي على هذا المرض. يعني هلا اذا صار في اصابه بالنواه القاعديه رح لاقي متلازمه باركنسون او داء باركنسون،
هذا بس بعدين اللي ححكي عليه لأداء باركنسون، بس أنا هلأ عم بشرح لكم عليه لحتى تفوتوا معي بالجو. لما اللي حيصير في عندي إصابة على مستوى الحس الاهتزاز والوضع، لح تظهر عندي هاي التظاهرة التالية لاحقا، لح شوف شو الأمراض اللي بتسببها. لما بينصاب عندي العصبون العلوي لح تظهر عندي هاي التظاهرات، في عندي مجموعة أمراض بدي أدرسها بعدين بتسبب لي هذا الأمر اللي حكينا عليه، مثلا CVA الأورام وغيره. لهون لازم تكون الأمور واضحة، إذا ما واضحة وقفوني خليني أكمل، وإذا واضحة خلينا كمان نكمل. بس يا ريت حدا يجاوبني إنه لهلأ الأمور أتشك واضحة إن شاء الله وما في مشكلة. تمام حكيم، تمام ممتاز الأمور، الله يعطيك العافية. الله يعافيك ويسلمك. تمام، معناته نحن منكمل. إذا في سؤال كمان خبروني. هلأ إن شاء الله لهون الأمور واضحة. قلت لكم إنه هو هذا الأمر صح واسع، لح نحس حالنا مرقنا على كل الأمراض الموجودة بالجملة العصبية، بس هو ممتع بصراحة، ممتع لأنه لح نفهم تشريح الجملة العصبية لاحقاً. بس ندرس هاي الأمراض لح تكون سهلت علينا، هاي المحاضرتين هدول تبع مبارح واليوم سهلت علينا كثير أمور للمستقبل. يعني لما لح نحكي على داء باركنسون لح نحكي على علاجاته، لح نحكي على تظاهراته، لح نحكي على الآلية الأمراضية كذا هيك، بس عندي تصور ليش ظهر هذا المرض. وهي العلامات بنحكي عليها وقت اللي بنحكي على الفحص العصبي. هلأ المخيخ هذا حبيبنا هو قائد هي الجملة خارج الهرمية، يعني هو مخ مصغر خلينا نقول، يعني هداك بيعطينا الحركة بس هذا مسؤول عن كل شيء، كل شيء مضاف للحركة لاحقا. يعني مثل ما شفنا الحس العميق بده يصل منه فرع للمخيخ، النوى القاعدية بده يصل فرع للمخيخ، من القشرة لح يصل فرع للمخيخ، الحركة لما بدها تنزل ترد من المخ باتجاه العضلة كمان بدها تعطينا أمر للمخيخ أنه شوف خد راقب. فالمخيخ خلينا نقول هو يعني خلينا مدير العمليات التنفيذي، يعني في عنا مدير عام اللي هو المخ، هذا المدير التنفيذي تحت منه، يعني أنت شو ما عطيت أمر أنا بدي أقول لهم ساووا بهذا الشكل أو بهذا الشكل. عنا شركة فيها مدير عام بيظهر مجموعة، يعني بيظهر هدف للشركة، المسؤول عن تنفيذه وإعطاء شكله النهائي هو المدير التنفيذي اللي هو المخيخ. المخيخ عن شو مسؤول؟ مسؤول عن كل شيء مضاف للحركة، تناسق الحركات، يعني الفرق بين العضلات، خلينا نقول المخيخ بده القشر الدماغي بده عملية عطس الذراع. تمام، عطى هذا الأمر أنه روح عطف لي الذراع، عطى الأمر لتحت، فهون مباشرة مرقت على المخيخ، المخيخ حافظ شو لازم يصير، لازم لحتى أعطف الذراع لازم تتقلص البايسبس وترتخي الترايسبس مباشرة. لما بيقول المخ أنه أنا بدي أمشي، معناته المخيخ شو أخذها كأمر تنفيذي، معناته أنا لازم ضبط بين أنه العضلات اللي بترفع الطرف اليمين وبترخي الطرف اليسار، بعدين بالحركة اللي بعدها لازم ساوي العكس لحتى يصير عملية المشي. طيب المخ قال لازم أمشي، وبالتالي المخيخ شو لازم يقول؟ أنا المخ عم يقول لازم أمشي بسرعة، معناته المخيخ شو لازم يساوي؟ لازم يعطي أمر للنوى القاعدية أن يعطوني سرعة بالحركة، فبتصير انطلاقة القدم سريعة أو انطلاقة الساق سريعة. لا لازم أمشي ببطء، فبيعطي أمر للنوى القاعدية أنه بطئولي الحركة. طيب بدي أمشي بخطوات كبيرة، فبيعطيني أنه أعطوني سعة للحركة أطول، وبالتالي من هون شو بيظهر عندي؟ يعني المخيخ شو عنا؟ عنا له دور بي، له دور واحد في تنسيق الحركة، ثاني شيء له دور بالتوازن. ليش؟ لأنه له علاقة يعني وثيقة بالحس العميق. ثلاثة له دور بشو حكينا؟ له دور بالتوازن، له علاقة كمان بسرعة الحركات، له علاقة بالمشي كمان لأنه هي له علاقة بسعة الحركات وتناسقها. وهدلول أهم شيء فيه. تمام،
هلا لحتى نحن نحسن نحذر التظاهرات السريرية، خلينا ننسى شوي الرقرقة، خلينا ننساها شوي بنفسرها بعدين. بس الرتة أيوة، لحتى أنا أحكي بدي عضلات البلعوم مع عضلات اللسان مع عضلات الحنجرة مع بعضهم يعملوا تناسق بينات بعضهم. طيب راح المخيخ، تناسق بين هدول الثلاثة ما ضل، فبصير عندي تأتأة. طيب عندي علامة إصبع أنف، هي بالفحص العصبي اللي نحكي عليها وهلأ بنحكي عليها، بقول له للمريض أثناء الفحص أنا لحتى أشوف قياس الحركة عنده صحيح ولا لا، اللي هو مسؤول تنسيق الحركات في قياس الحركات، عم أقول في شغلة رابعة قياسها بدي إياها مدى بعيد ولا لا. إيه هون شو بقول له للمريض، يمكن في صورة هاي، بقول له للمريض حط إصبعتك على أنفك وحطها على إصبعتي بدي رجعها. حالة طبيعية إذا عنده قياس للحركات لازم يكون حاذر وين إصبعتي وين أنفه، حقاسها أخذها وجابها أخذها وجابها تمام. هلأ اللي عنده مشكلة بعلامة إصبع أنف بقول له حطها، أول شيء هو عنده عدم تناسق بالحركات، فالإيد بدال ما تيجي بخط مستقيم راحت ورجعت راحت ورجعت راحت ورجعت، بعدين ما وصل لإصبعتي. ليش؟ لأنه عنده خلل بقياس الحركة، إجا أما قبلها أو إجا بعدها. لما بيجي لعند أنفه يا بيحط إصبعته قبل أنفه يا بيحطه بعد أنفه تمام. فهي علامة إصبع أنف، هي هون واضحة كمان تحت. شوفي عنا هذا اللي هو مسؤول عن اسمه خلل تناسق الحركات، رجفان قصدي هنيك. إذا بترجعوا عفوا شوفوا هون بباركنسون عندي رجفان بالراحة، لا تخربطوا بيناتهم، هذا سؤال دورة. باركنسون رجفان بالراحة هون أنا بدي. طيب هون شريحة التالية هون منا شايفين بالمخيخ رجفان قصدي. ليش؟ لأنه هو هذا مسؤول عن إضافة الحركات، وبالتالي أثناء الحركة رح يصير في خلل فيها، فرح يصير المريض يرجف أثناء الحركة. بينما باركنسون هداك رح يصير رجفان بالراحة. علامة الارتداد كمان هي حنحكي عليها بالفحص العصبي. خلل بالمشي هنلاقيها، هو لأنه مسؤول، غير أنه مسؤول عن قياس الحركات في الدودة تبع المخيخ، مسؤول عن التوازن، وبتلاقي المريض عم يروح يمين ويسار مشيته مثل مشية السكران، وبالتالي هي خلل المشي. علامة عقب ركبة كاحل هلأ في صورة إلى، والسقوط هدلوري كلاتون متعلقين بأذية المخيخ. أي خلل المشي، علامة عقب ركبة كاحل بقول للمريض يتسطح يحط ركبته على كاحله ويرفعها على رجله، عادة بيحسن هو المريض يساويها. اللي عنده خلل بالمخيخ رجله بتروح يمين ويسار كثير قبل ما توصل للهدف المطلوب. لهون نحن منكون خلصنا المحاضرة الثانية من مستويات الأذية العصبية، وبتمنى يكون كل شيء واضح ويعني وجيد. إذا في سؤال أنا جاهز لأني جاوب على أسئلتكم، إذا ما في سؤال بتمنى أنه تكون الأمور واضحة والله يوفقكم. وهي هي بصراحة خلينا نقول هي مفتاح لبداية دراسة الـ الـ يعني الباطنة العصبية، وهي إذا كانت هذه المحاضرتين واضحين كثير حتسهل عليكم معظم الأمور اللي حندرسها لاحقاً. إذا في سؤال أنا جاهز، وإذا ما في سؤال كمان أبو أنا جاهز.
احنا بس نوقف. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا حكيم. اقتراح يعني اذا بنصير نعرض المحاضره للار بي سيز يعني صورها اوضح، ويعني هيك نحن راح نرجع ندرسها، عارف شلون، وهيك الكل يعم يعطينا والعيني يعني هيك اسهل علينا وعليك، ولا شو رايك؟ يعني اقتراح. انا ما كثير تفرق معي، بس انا بدي يصير شتتكم بين الكلام المكتوب وبين اللي انا عم بحكي. اذا شايفين هيك انسب تناقشوا بين بعضكم، وخلي يعني ممثل، لانه هلا بالنهايه انت حضرتك عرضت فكرتك ومشكور يعني، بس يعني لنشوف راي البقيه. بعرف يعني انه في ناس ممكن تكون عندها لا موضوع سلايد اوضح، يعني مو اوضح يعني اسهل لانه ياخذ المعلومه ونمشي عليه وما في مشكله. بالعكس انا اريح لي ما بقعد بظبط سلايدات. في أي استفسار لهون؟ حكيم، بالنسبة للاختبارات المخيخي حتما إيجابية الاختبارات، يعني عندنا مشكلة بالاختبار أو عندنا المريض عنده سوء بالتوازن، هيك حكما هو عنده مشكلة بالمخيخ إذا نفينا مشكلة الدهليز. طبعا اليوم اللي الاختبارات مؤكدة. لا هي طبعا كل شيء سريري، ما في شيء يعني الا اذا كان شيء نوعي جدا ايه، بس بالمخيخ بالذات لا، في يعني ممكن يرجع الامر لموضوع الفاحص انه ما عنده خبره باجراء هي العلامه بالذات. اثنين، ممكن يكون المريض ما فهم عليك انت شو بدك بشكل جيد، او ممكن تكون بالاصل يعني هي ضمن التغيرات البسيطه المقبوله او تغيرات متعلقه بالعمر. وإذا كانت هيك معزولة لحالها علامة مثلاً لنفرض إصبع أنف بالجهة اليمين ما في غيرها إيجابية وصريحة 100%، بينما باليسار وما في رأرأة ولا في رتة ولا في خلل مشية ولا في قصة سريرية بتدعم أي شيء، طبعاً ممكن ما تكون إلى قيمة. ولكن يوم اللي بيكون مثلاً ضمن صورة سريرية واضحة، مريض مثلاً كان مقرب من فترة صار عنده التهاب سحايا، بعد فترة صار عنده خلل توازن، عملت له الاختبارات المخيخية كذا، ممكن تمشي مع التهاب مخيخ. لا مريض عنده هي، ممكن يعني يتأكد هاي العلامات بالاستقصاءات الثانية، ولكن هيك تكون معزولة لوحدها لا. أما إذا مجموعة مثلا عم تقول لي أنت إذا كانوا هل يعني عملنا أصبع أنف وعملنا لقينا رأرأة عمودية وعملنا عم يحكي رتي، وقفنا على قاعدة ضيقة أمداخ يعني برومبرغ، وعنده مشية مثل مشية السكران أي، وقصة سرية بتدعم حتى لو ما في قصة سرية أي، يعني صاروا مجموعة علامات أي بقول لك أنه خلينا نقول نكاد نجزم أنه هذا المشكلة بالمخيف. أهلا وسهلا. في سؤال تاني؟